السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام ومتابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فأتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعينا الكرام بعروض بيم الوطنية ليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، الجمعة ديال هذا الأسبوع هذا متابعينا الكرام. بالنسبة لهذ العروض كما قلنا غيكونوا إن شاء الله في جميع المحلات ديال بيم، أي محل حداكم غيكونوا فيه إن شاء الله عروض زوينة. بقاو معنا حتى الآخر باش تكتشفوا جميع المنتوجات اللي كاينين في هذا العرض هذا. لأول مرة يزورنا في القناة متابعينا الأفاضل اشترك، يفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله، وديما يبقى لكم الجديد. ايضا ما تنساوش تضغطوا على الزر ديال الاعجاب، راه كتشجعونا به بزاف. شاركونا التجارب ديالكم، اللي سبق له جرب اي منتوج من هذه المنتوجات اللي غنعرضوا يشاركنا التجربه ديالو. ونبداو على بركه الله متابعينا الكرام. بالنسبه لهاد العروض متابعينا الافاضل، راه فيهم الماكينه ديال الصابون منتظره، فابقوا معنا حتى الاخر ونبداو على بركه الله. كاين اول منتوج معنا متابعينا الكرام، واحد المسله او واحد الباني متعدد الوظائف ملتي فونكسيون كما كتشوفوا معنا ديال الغسيل. الكاباسيتي ديالو او الحجم ديالو 40 لتر، هذا ممكن تحطوا فيه الملابس اللي كتحتاج للتصميم. التصميم ديالو كيبان زوين صراحه، اول مره يجيبوه في بيم من كيوتيو. هاد البانيه هادي متوفره بجوج الوينات، كاين باللون الاسود اللي كتشوفوا معنا متابعينا الافاضل، وكاين هاد اللون هذا او هاد الديكور هذا باللون الابيض، والغطاء ديالو باللون الاسود كما كتشوفوا معنا الفوق راه من الكتان، وكنظن انها من البلاستيك هاد السله هادي. بالنسبه للثمن فراه دايره 90 درهم 1800 ريال 1800، وجايه بهذا الشكل هذا. كاين ايضا معنا واحد المنشف ديال الغسيل او ساشلانج من هاوس بلاس كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. بالنسبه لهذا فيه جوج ديال لي موديل، كاين هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معنا، الموديل الاول فيه 17 متر ونصف اللي كيوفر لكم ديال الغسيل في الاسلاك ديالو، وكاين هذا الموديل هذا الموديل الثاني فيه 17 متر جاي بهذا الديزاين هذا. بالنسبه للثمن ديال هذا النشار هذا فراه داير 3000 ريال 150 درهم، كيبان رقيق شي شويه، الاسلاك ديالو كيبان رقاق، ما عرفت غالبا ما غيكونش شي كاليتي مزيانه. مرجع من السيدات اللي سبق لهم جربوا يشاركونا التجربه ديالهم. كاين معنا واحد البوبيل ابيدال بالبيدال من كيوكا، شايف هذا التصميم هذا الجديد، 6 لتر بلاستيكيه كتلمع كما كتشوفوا معنا، كتجي بعده الوان اللي كتشوفوا معنا في هذه الدوائر، 6 ديال الدوائر 6 ديال اللوينات. بالنسبه للثمن فدايره 1000 ريال 50 درهم. كاين هذا المنظم ديال الحمام، كيتعلق في الحمام جوج بياسات فيهم 40 تقريبا على 16 على 16 سنتيم. متابعينا الافاضل كما كتشوف معنا في الصوره الموضحه، فممكن تحطوا فيه بزاف ديال اللعبات ديال الحمام. بالنسبه للثمن فهاد جوج قطار متوفرين ب 70 درهم 1400 ريال 1400 من ايستا ستور. كاين ايضا معنا سله متعدده الاستعمالات حتى هي ديال الحمام، تحطوا فيها المواد ديال الاستحمام، فيها تقريبا 12 على 28 على 31 سنتيم كما كتشوفوا معنا من غوندول، متوفره بجوج لوينات، هذا اللون هذا اللي كتشوفوا معنا، وكاينه ايضا باللون الابيض. بالنسبه للثمن فراه دايره 300 ريال 15 درهم. كاين ايضا معنا هذه الحقيبه ديال المكياج متابعينا الافاضل، كتجي بعده زواقات وعده الوان من كيوتيو، كاينه بهذا اللون هذا وكاينه بهذا ثلاثه ديال الالوان او الزواقات. بالنسبه للثمن فراه دايره 500 ريال 25 درهم. وكاين معنا ايضا هذا الاتروس او هذه المقلامه، حتى هي بعده الوان كما كتشوفوا معنا، كاين هذا اللون هذا وكاينه ثلاثه ديال الالوان وديال الزواقات. بالنسبه للثمن فراه دايره 12 درهم 240. وكاين ايضا معنا هاد العلب ديال الصابون بعدة الوان من لاكس بلاست، كاين 4 ديال اللوينات ب 6 دراهم القطعة الواحدة 120. وكاين هاد العلبة الدائرية من لاكس بلاست ايضا ب 7 دراهم 140. صراحة ما عرفتش علاش كتصلح بالضبط، لكن هنا دايرين انه ممكن تحطوا فيها مثلا حبات ديال الدواء.
كما كتشوفوا معنا في هذه الصوره الموضحه. بالنسبه للثمن ف7 دراهم. وكاين ايضا معنا علبه ديال الفراشي ديال الاسنان او ديال الفرشات ديال الاسنان، كتهز لكم فرشات زائد معجون الاسنان من نفس الشركه، جايه بجوج لوينات. متابعينا الافاضل، بالنسبه للثمن فدايره 6 دراهم 120 ريال، متوفره بثلاثه اللوينات عفوا اللي كاينين في هاد الدوائر هادو كما كتشوفوا معنا. وكاين ايضا معنا متابعينا الكرام اهم منتوج في هذا العرض هذا، الغساله الاوتوماتيكيه المنتظره، راه ديجا كانت جابت عده مرات وكينتظروها السيدات بزاف، منهم ماكس متابعينا الافاضل 7 كيلو، كتهز حتى 7 كيلو، جايه بهذا الديزاين هذا اللي كتشوفوا معنا، ديزاين عصري ديال الماكينه ديال الصابون، 7 كيلو اوتوماتيك متابعينا الافاضل. بالنسبه للعصير كتدور حتى ل 1000 دوره في الدقيقه. بالنسبه للاستهلاك ف A++، يعني راه ما كتستهلكش الكهرباء والماء بزاف، راه زوينه. فيها 15 بروغرام ديال الغسيل، متوفره فقط بلون واحد اللي هو الكري متابعينا الافاضل، منهم ماكس شركه معروفه، ديجا جابت هذه الغساله عده مرات. المرجو من السيدات اللي كيتابعونا وديجا جربوها يشاركونا التجربه ديالهم. عموما راه المتابعين ديالنا ديما كيشكروا هاد الغسالات، وايضا لاف فيسيل ديال بيم. وكما كتشوفوا معنا جايه بهذا الشكل هذا، كما قلنا 7 كيلو متابعينا الافاضل. بالنسبه للثمن فهاد المره جابوها ب 2300 درهم، 46000 ريال. صراحه ما بقيتش عاقل شحال كانوا كيجيبوها قبل. المرجو من السيدات اللي سبق لهم شراوها او عاقلين على الثمن ديالها سابقا اللي شاركونا الفكره ديالهم او الاراء ديالهم. وكما كتشوفوا معنا منهم ماكس الغساله الاوتوماتيكيه، راه كتبان بوضوح. متابعينا الكرام هذا هو اخر منتوج معنا، كما شفتوا معنا عروض يوم الجمعه، غيكون ابتداء من يوم الجمعه 28 اكتوبر 2022 في جميع المحلات ديال بيم. نتمنى ان هذه العروض تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا معنا، نكونوا قدمناهم بطريقه سهله ومفيده. لاول مره يزورنا في القناه متابعينا الكرام، اشترك يفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض، ان شاء الله يبقى ديما يوصلكم الجديد. ايضا ما تنساوش الضغط على الزر ديال الاعجاب، ما تنساوش تشاركونا التجارب ديالكم، اي منتوج سبق لكم جربتوه شاركونا التجربه ديالكم فيه، راه كنستافدوا من التجارب ديالكم بزاف، نتلقاو في عروض اخرى وميزات اخرى. متابعينا الكرام دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.